أحيت حركة فتح في نابلس الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهداء أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف المبصلط. الدرب اللي مشى عليه شهداء الشهداء محمد والشمشاني والمبصلط وحضاه جميع الشهداء والعزيزي وعبود صبح هو الطريق الأصح وهو الطريق اللي لازم كل شباب اليوم يتبعوه. بالروح بالدم نفسيك يا شهيد، بالروح بالدم نفسيك يا شهيد.